في البداية أنا برحب بيكم وسعيد إن أنا ألتقي بيكم النهاردة، وأنا عارف إن المجموعة اللي قدامي دي هي إن شاء الله اللي هتتخرج يعني، فمبروك مقدما، وده حاجة جميلة جدا في حياتكم، وهيبقى بداية لحياة جديدة خالص غير الحياة اللي انتوا شفتوها يعني قبل الكلية وأثناء الكلية حتى، يعني هتبدأ الحياة العملية بتاعتكم، فأنا بهنيكم إن شاء الله بالتوفيق يعني وموفقين يعني. أنا في الغالب لما بعمل لقاءات زي كده بقول إيه، أنا أتكلم وأنتوا تتكلموا وأسمع منكم وتسمعوا مني، بدل مسؤول عن الناس كلكم هتبقوا مسؤولين من إن شاء الله بتخرجكم يعني، وبدل أنتوا مسؤولين عن الناس ديت لازم تبقوا على تواصل كبير مع الناس ديت. انت قائد فصيلة مثلا عندك عدد من الجنود بيت مسؤول عنهم، او في اي موقع انت شغال فيه هيبقى عندك ناس انت بتقودهم وبتدير عملهم، مهم قوي انك انت تبقى على تواصل معهم، والتواصل ده انك انت تتكلم معه وتسمع كمان منه، مش انت بس اللي تتكلم، لا هو يتكلم كمان وعلمه انه يتكلم، دي مسؤولية كبيرة جدا جدا في أي موقع وفي الجيش كمان بالذات. ليه؟ لأن أنتوا بتقوموا بمهمة كبيرة قوي، مهمة حماية وطن بحجم ومساحة وعدد سكان مصر، متعلق في رقبتنا كلنا وفي رقبتكم، وبالتالي الالتزام ده اوعى تفتكروا أنه هو التزام بسيط، اوعى تتصور أنك أنت قائد برتبة ملازم ده حاجة، لا ده حاجة عظيمة جدا. ليه؟ لأن هو القوات المسلحة قوامها كده. فاللي أنا عايز أقول لك إنك أنت مهمتك مش قليلة ومش بسيطة، ومهمة في منتهى الأمل، إن هي البداية الحقيقية للتواصل والمسؤولية المباشرة عن الكفاءة الحقيقية للقوات المسلحة. يعني أنا هبقى مسؤول عن معرفة وعلم وتدريب كل فرد تحت قيادتي؟ أيوه. وبالمناسبة ما سيبناش شيء في بناء الشخصية العسكرية المصرية أو نجهزك للمهمة إلا ما عملناه. إحنا في تطوير مستمر، ودي نقطة مهمة أو أنا عايز أقولها لكم برضو، اوعى تتصور أنك أنت لما تيجي تعمل موضوع ما تعملش إعادة تقييم مستمر للي أنت عملته، وتتصور أنه هو ده بقى إيه يعني إيه الصح اللي ما فيش بعد منه، لا لازم اختبرها كل شوية واتأكد ان هي فعلا بتقوم يعني بالمهمة المطلوبة منها، ثم محتاجة تطوير، اكون عندي الشجاعة واقول ان احنا محتاجين بالدراسة والفحص ان احنا نطور ده. واستعرض سيادته موقف مصر في موضوعات السياسة الخارجية والقضايا المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط. فيما يخص الأزمة الصينية، احنا مصر لها علاقات في سياستها مبنية على الاعتدال والتوازن وعدم التدخل في شؤون الآخرين، السعي دائما من أجل إحلال السلام والاستقرار وتفضيل المسارات الدبلوماسية والسياسية على أي مسارات أخرى. فمثلا فيما يخص الأزمة الصينية، إحنا لنا موقف واضح ومعلن اللي هي سياسة الصين الواحدة، محتاجين إن إحنا الاستقرار يعم في العالم، عشان العالم بيعاني كثيرا جدا جدا من أي أزمة ممكن تقع هنا ولا هنا. برضو في زي ما قلت في الأزمة الروسية كده بيسألني بيقول لي متى، أنا ما أقدرش أجاوب لك على السؤال ده، ما أعرفش. وليه ما أعرفش؟ مش عشان حاجة، لأن عناصر الأزمة فيها حاجات كتير، لكن إحنا بنحاول يكون دورنا إيجابي، نشجع على أن الأزمة دي تتحل بالمسار الدبلوماسي والسياسي. طبعا نحاول ننزع فتيل أي أزمة، طبعا ده خط عام لمصر، ده خط عمل مصر، وده برضو اللي احنا بنعمله حتى مع فيما يخص قطاع غزة. اي ازمة احنا حريصين على ان احنا ننزع فاتلها، لان الاستقرار والسلام ده مسار احنا بنؤمن بيه وبنعيش بيه وشفناه، وانا من الجيل اللي شاف ده في مصر وعرف قد ايه ان السلام مهم قوي، وبالتالي يعني يمكن احنا كلامنا فيما يخص قطاع غزة دايما ايجابي مع الاطراف كلها، ان انتم التهدئة وعدم التصعيد وحل اي امور من خلال يعني الحوار وكده، وده جهد احنا بنعمله دلوقتي عشان
يعني، وبنحس الأطراف وبنشجعها على إن هم الأمور ما يتمش تصعيدها يعني. وأكد السيد الرئيس على موقف مصر الثابت في ملف سد النهضة وحماية أمن مصر المائي. برضو السؤال بتاع سد النهضة، يعني أنا عايز أقول لك إيه أو أقول لكم كلكم، إحنا خدنا في مسار سد النهضة مسار دايما دبلوماسي والتفاوض للوصول إلى حل ليه، وده الهدف كان منه، إن دايما إن إحنا لما يكون في أزمة أو في مشكلة نلجأ في علاجها إلى حاجتين، الصبر والتفاوض، ثم كمان إجراءات نعملها إحنا كمان على مستوى بلدنا عشان نبقى ما فيش نقطة مية تبقى موجودة في مصر إلا ما ممكن نستفيد منها بشكل كويس. ولو أنتم متابعين أو معرفش يعني، هتجدوا ان احنا مثلا محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي، الهدف منها ايه؟ الهدف منها ان نخلي المية زي المية اللي قدام مني كده وتستخدم للزراعة مرة تانية. واحنا عملنا لغاية دلوقتي محطتين رئيسيتين، هما المحطتين الحقيقة في سيناء المحسمة بحر البقر، لكن في المحسمة اللي هي اللي قدام الإسماعيلية دي حوالي يعني 1,000,000 متر، والتانية حوالي 5.6 مليون متر. أنا بكلم كل ده في اليوم، ودول إحنا افتتحناهم وانت شفتوهم. في محطتين إحنا شغالين فيهم تانين، فده عبارة عن جهود الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من المية الموجودة عندها واستخدامها أكتر من مرة، ويمكن تكون دي نفقات علينا، لكن إحنا بنعملها ثم تبطين الترع ثم الزراعة الحديثة وإلى آخره. يعني إجراءات الدولة المصرية في إن هي تعمل أمن مائي من المية اللي موجودة عندها إحنا شغالين فيه، ويمكن بقولت من شهر ولا اتنين وأكدوا معاكم إن إحنا يمكن هنكون من أوائل الدول اللي في العالم اللي بتستفيد من المية وبتعمل لها معالجة، من أوائل دول العالم، يمكن نكون أول أو تاني دولة في العالم بتعمل البرامج ديت. طيب هل الموضوع بتاع سد النهضة إحنا متحركين فيه؟ متحركين فيه، بس بهدوء، بس بتفاوض. ودايما اقول الكلمه دي، بختم بيها كلمتي، دايما اقول لكم الامور ما بتتحلش بالصوت العالي، الامور بتتحل بالقدره والعمل والصبر. في الاخر ميه مصر دي امانه في رقبتنا كلنا وفي رقبتي، ومحدش هيمسها ان شاء الله، بهدوء خالص. وتناول سيادته جهود الدولة المصرية في مشروعات الحماية الاجتماعية الخاصة بمشروع حياة كريمة. محاولتنا ان احنا نحسن حياة الناس ونقلل معاناتها في ظل الظروف الاقتصادية اللي انتوا اتكلمتوا عليها. طب نتكلم، احنا كنا عملنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016، والحمد لله رب العالمين، وبدعمكم، دعم أسركم، انا بتكلم عليكم كطلبة، والكلام ده برضو أنا بتكلم هيوصل للناس بعد كده إن شاء الله، لأسركم، ده بدعم المصريين وتضحياتهم نجحنا في البرنامج ده، وعملنا فيه إنجاز كويس، وكنا معدلات نموينا كانت كويسة، مش 3% ولا 4%، 5 و5.5، وكنا رايحين لستة ويمكن أكتر من كده. لما جت جائحة كورونا، خلي بالكم العالم منظومة على بعضها، العالم منظومة على بعضها، ويمكن الأزمة الروسية الأوكرانية منكم سألتوني عليها برضو، كان انتوا شفتوا تأثيرات الأزمة دي على العالم، عملت ايه في الأسعار وعملت ايه في سلاسل الإمداد، الكلام ده كله كورونا بشكل أو بآخر كان لها تأثير عليه. ولكن عايز أقول نجحنا في البرنامج الاقتصادي اللي احنا أطلقناه في نوفمبر 2016، كان هو اللي خلينا نقدر نتحمل صدمة السنتين بتوع أزمة كورونا. ومع الوضع في الاعتبار، احنا برضه عملنا حزم تمويلية تخفف على الناس، على الناس، الناس اللي فقدت أشغال ليها في السياحة نتيجة الأوضاع ديت، قدمنا دعم الناس اللي كانت، لكن حرصنا على أن مسارات العمل في الدولة تستمر حتى لا يتوقف
ملايين من الناس اللي بتشتغل عن الشغل. طيب لما خلاص خلصنا كورونا ابتدينا نخش بقى يعني الدنيا هتنتهي وهتتحسن، فدخلنا في يناير وفبراير ومارس اللي هما الربع الاولاني ده كان معدل النمو في مصر 9%. كم؟ 9%، وده معدل نمو محترم، ولكن برضو مش كل الامور اللي احنا بنتمناها. يعني حصلت الازمه الروسيه الاوكرانيه وكان ليها تداعيات كبيره جدا جدا على الاقتصاد العالمي، واحنا جزء منه طب احنا عملنا ايه في النقطه دي؟ عشان اللي سالني على موضوع الحمايه الاجتماعيه، انا هقول لكم فيه عملنا حمايه اجتماعيه شامله وحمايه اجتماعيه مستهدفه، يعني استهدفنا ناس معينين. طب الشامله ايه؟ قلنا ان احنا السلع الاساسيه كلها نحاول ان احنا تبقى موجوده بوفره، لان عدم وجودها بوفره يؤدي لارتفاع سعرها اكتر حتى من المعدلات اللي هي التسعير العاديه، لا لان الطلب يزيد والناس تخاف ما يلاقوش فيبتدوا يندفعوا في اتجاه الشراء تقوم الدنيا تتلخبط. فاحنا قلنا الست شهور، واحنا الكلام ده كنا بقالنا 4 سنين شغالين عليه، ان يبقى عندنا سلع اساسيه تكفي الدوله المصريه 6 شهور. فاحنا ده اللي هو ايه؟ التامين الغذائي الشامل للدوله او الامن الغذائي الشامل للدوله، ان لدينا احتياطيات من القمح من الرز من السكر من الزيت يكفينا المده ديت، واحنا حريصين على ان احنا نحافظ على الكتله دي. وعشان كده يمكن احنا لما حصلت الازمه اللي فاتت ديت اللي هي بدات في مارس وكده، تلاقوا ان احنا يعني ان الحاجه كانت موجوده، الناس بتنزل تجيب اللي هي عايزاه، عمرنا ما قلنا لحد هات او ما تاخدش، مفيش كده يعني، والحمد لله ربنا مستمرين على ده. لكن نتكلم في التسعير. التسعير اتأثر كتير، حاولنا ان انت ان ده ما ينعكسش على المواطن. يعني لو احنا النهارده بنجيب القمح بتمن، التمن ده اللي احنا خدنا بيه، طب هي غليت بره زادت واحنا جايبينها بزياده، احنا ما عكسناهاش على التسعير بتاع الدوله، لا حاولنا ان ده ما يتأثرش كتير. يعني مثلا لو قلت ان رغيف العيش كان بيتعمل ب60 وب65 قبل كده وبقى دلوقتي بيتكلف 80، هو برضو بيتباع بالايه؟ بال5 قروش. حاولنا ان احنا نحافظ على ان التسعير ما يتغيرش. طب الدولة تتحمله؟ تتحمله. الكلام ده ينطبق على الطاقة طبعا. هديكم مثال. النهاردة الغاز اللي بيتم تقديمه لمحطات الكهرباء ده بيتاخد بتمن، يعني عايز اقول لكم ايه، يعني بيتباع بره، بتباع بره الغاز ده قده 10 مرات وقد يزيد 10 و15 مرة. طب احنا هل جينا النهارده لا بالعكس، لما جه حتى على برنامج زياده اسعار الكهرباء اللي كنا عاملينه رحنا مجمدينه 6 شهور دول، ليه؟ عشان ما يبقاش عبء على الناس، ده قرار دوله. طب التكلفه مين تتحملها؟ تتحملها الدوله. طب ده ليه تاثير على طبعا ليه تاثير. طيب المشتقات البتروليه اللي بتستخدم نفس الكلام، حد يقول لي طب ما يا فندم انتوا زودتوا شويه في هقول لك ده يعني السولار ده تقريبا 50%، يعني الدول الاوروبيه بتعكس التسعير العادي، الحاجه زادت تزوده، الحاجه زادت تزوده، لكن احنا ما عملناش كده لان احنا عارفين ان المواطن في مصر يعني مش معقول هيتحمل الضغوط دي كلها. ثم طبعا استهدفنا الحزمه اللي انتوا سمعتوا عليها من اسبوع او من 4 ايام دي، اللي احنا نزود عدد المستفيدين في تكافل الكهرباء ب 400,000، وان احنا نزود ارقام 100 جنيه لكل بطاقه حسب عدد البتاع، 200 لاكثر من اسره، 300 لاكثر من كده. يعني حبينا ان احنا نحسن من خلال ضخ اموال، ده اللي هو الاستهداف بتاع الدوله بقى. يبقى انا قلت الدوله اتعاملت مع موضوع الازمه الاقتصاديه وتداعياتها وتاثيراتها علينا بشكلين، شكل ان الدوله ان في الاساس
نحاول بقدر الإمكان ما نعكس الزيادة على الناس، حتى لو هي غالية بره، حتى لو هي غالية بره، حتى لو احنا بنجيبها بأسعار كبيرة، حتى لو احنا بنجيبها بأسعار كبيرة. فده اللي احنا عملناه. ثم استهدفنا بقى الفئات اللي هي الأقل دخلا والأكثر تضررا، ان احنا قلنا نوقف جميع منهم على الأقل 6 شهور اللي جايين. حياة كريمة ماشية، اللي هم المرحلة الأولى، ولكن المرحلة الأولى هتمتد معنا لآخر السنة. وأنا بحب أقول دايما للناس بكل شفافية، لأن احنا يعني كنا هدفنا وأملنا إن احنا نخلص في شهر 6-7 اللي فات، ولكن مش عشان تمويل، لأن احنا حطينا التمويل وقلنا إن احنا هنحافظ عليه، ولكن لأن سلاسل التوريد كان لها تأثير في كتير من الحاجات اللي بنجيبها. يعني لما بنعمل محطات معالجة، لما بنعمل أشغال بتحتاج بعض المنتجات، كان بيتم ان احنا بنجيبها من الخارج او مستلزماتها بتيجي من الخارج. فقلنا هنستحمل 6 شهور دول وان شاء الله نكمل. لكن حياة كريمة برضو عشان السؤال، احنا ان شاء الله مستمرين فيها، لان هي في النهاية احنا بنستهدف حياة 60 مليون، ولو ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيها هيبقى حاجة كبيرة قوي جميلة عملناها لبلدنا. واحنا شغالين زي ما احنا شغالين في البلد زي ما احنا، يمكن بنحاول لحد ما نحوكم اجراءاتنا عشان نجابه الظروف اللي موجوده ديت في مستلزمات انتاج او في مشتقات بتروليه زادت قيمتها او كلام من هذا القبيل، فاحنا بنحاول نعمل ده. كما اشار السيد الرئيس الى اهميه الوعي وتوجيه الفكر المجتمعي لحمايه الامن القومي المصري. الوعي بيتبني بادوات كتير، ادوات المجتمع بيعملها وادوات الانسان يعملها. المجتمع يعمل ايه؟ عندك الاعلام. المجتمع يعمل ايه؟ عندك التعليم. المجتمع يعمل ايه؟ عندك دور العباده سواء كانت اسلاميه او مسيحيه او حتى يهوديه. عندك الاسره، يعني الاسره، المجتمع، الاعلام، وعندك الدين. العناصر دول هم اللي بيبنوا الشخصيه او بيساهموا في بناء الشخصيه كحاضنه كبيره. طيب لو حصل اي خلل في عنصر او عنصرين منهم، يبقى ليه انعكاس على الشخصية اللي بنتكلم عليها هنا. والوعي بناء بيتشارك فيه الكل، مش حد لوحده. لكن انتم لديكم الفرصة ان انتم تعملوا الدور ده في وحداتكم. يعني مرة تانية مبروك وافرحوا، وخلي بالكم من نفسكم، وخلي بالكم من أسركم. حياة جديدة ان شاء الله تبقى حياة طيبة جدا. احنا هتلاقي الناس كلها فرحانين بيكم، حتى الوحدات اللي هتروحوا لها هيبقوا مستنيينكم، بيعتبروا اللي هو الضابط الخارجي الجديد ده حاجة عظيمة جدا جدا. وأنا بثق في شبابنا وفي شباتنا في مصر بصفة عامة، وطبعا في شباب الجيش بصفة خاصة. فمبروك، ألف مبروك.